واي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بام هذا مركبه الرئيسة هل كان سكو كان كاني إنه نسور تجري إن طور شودي سكو سيد كاني قلها وكيل هذا يو قلها ديجان كا الجمهورية الصومالية الآن أي سنة بتقب يو برواقو يو بش بشاي نقول ما تو إنه قنا دعده إنتهى كبعدي وحكرون مهاد علينا يا لما شعبي وينها الصومالي الآن كقيب قاتي حال هذا يعد بحنت يعد بحنت عسي وحكرون مهاد علينا يا أصحاب تسيا صدق قرنك صدق ده حسب قرن وسموك يا ميسان له نقول شقيي مددي دور شدة يا مددي كدم بيسي أي سعوتي ترين تعودك قبل كمرود شاه أنت كبعدي sida uu sheegayo qodobka 129 xeerka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa aanu muddadan ku hawlanay tirinta iyo hubinta iyo rufida codadka ay dhiibteen shacabka weynaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Marwada Jeex inta ka badii sida uu dhigayo qodobka 130 ee xeerka doorashooyinka Soomaaliland waxa aanu halkan diyaar uga nahay caawa oo ay taariikhdu tahay lixda bisha lixaad 2022 inaynu ku dhawaaqno baahinnana liiska hordhaca ee mudaneyasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guuleystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday 27 May 2022. Haddaba aniga hore ka geli doona liiska ama mudaneyasha magacyada akhri doona waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga oo horeeyo u ciid xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyay waxa weeyay 46,309 cod waxana uu ku guuleystay ama uu soo baxay 4-5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, Maxamed Khadar Daahir Muugi, Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur, محمد عثمان محمد محمد حسن سعيد محمود شنطة مضانة هدية انتا كدافو حسبك كل حيقة كلمية ودرتا قود عوضتك وحوي طبان كن بغول كن ايو بغول كن شن بغول يكو تضبية طبان عد كواسو اسور تقليين كو قوليستان سيديد مضانة وكلاه احمد محمد محمود أحمد عبد موسى عجة عبد كريم محمد محمد يحيى عبد الله آمين إسماعيل حسن سليمان دحر محمد حسين شامع رامبو أحمد يوسف نور قروتي عبد الله شيخ محمد أحمد حسبك وضني السجنة وضرت عضتك أما وضرت جودة عضتك وهيستوي حوي سجالي سجاشن كن صدح بقول يسجالي اللباتن عض كواسو جوي أما وسببي إن أي صباحان مدرياشنا يلوجين دونا مدرها كوادا تردو ده تضبط مدرني وحاي نقول يعني برخت شامع حرسي بطون أحمد ضيب آدم جوليد سعيد محمد إسماعيل ديرية جمال آدم ديرية عيسى إنجنير أحمد عبد إبراهيم عجة حسين إسماعيل شامع حرسي إبراهيم محمد شامع تضبط حبنود ama todobada mudane ee ku guuleystay intaas waxaynu ku soo gabagabeynaynaa xafladeenan aynu ku shaacinaynay ama munaasabadeenan aynu ku shaacinaynay mudanayaasha ku guuleystay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Marwada Jeex wa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh